بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في قصة حديث يرويها لنا ابن عمر بن الخطاب عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انطلق ثلاثة ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. خرجوا ثلاثة يمشي وصبت شتاء، راحوا يتخبوا في غار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنزل صخرة، نزلت صخرة ممن يهبط من خشية الله. ربي سبحانه في القرآن قال: وإن منها لما يهبط من خشية الله. كاين حجر من شدة اللي تخاف ربي هبطت، فمن هذا الحجرة هذه وغلقت هذا الغار. تصوروا، صبت شتاء ما كاش الآثار، غلقت الغار، واحد ما يقدر يوصل إليهم، ما كاش هاتف، ما كان جي بي اس، ما كان أي شيء، كيف يصل إليهم الناس؟ فقال أحدهم: إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يعني كل واحد يفتش في روحه ويشوف عمل داره وجه ربي سبحانه بينه وبين ربي، يتوسل إلى الله به. فالأول قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. واذكر قصته، هذا الإنسان كان يبر والديه وكان مستحيل يقدم لا ولاده لا زوجته لا أي واحد على والديه. واحد النهار خرج وقعد يحوس يعني وين يرعاو الغنم تاعو، ودخل المور المغرب ودخل في الليل، صاب والديه رقدو، فما حبش يدخل عليهم الغرفة، ما حبش ينوضهم، قعد عند الباب واللبن في يده حتى الفجر. أبناؤه يبكون وهو لم يريد ولم يحب أن يقدم أبناءه على والديه حتى الصبح. طلع الفجر باش عطاه ولاده يشربوا مور والديه. يعني لاحظوا، هذا الإنسان قعد ربما 8 سوايع، 11 ساعة، 12 ساعة هو واقف يسنى والديه يشربه، واحد ما يقدمه على والديه. هذا أمر عظيم جدا، بالرغم من أنه كان يقدر يعطي لولاده لزوجته يشربوا الحليب، ومن بعد كي ينوضوا والديه يخلي لهم حقهم وخلاص، لكن هو لا يقدم أحدا على والديه. فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم دعا الثاني فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء. وذكر قصته معها. هذا الإنسان تعلق قلبه بابنة عمه لكنه لم يريدها في الحلال، فراودها عن نفسها فامتنعت، حتى ألمت بها سنة من السنين، معناتها أصابها الجوع، ما استطاعت إلى الطعام سبيلا، فجت وخلت بين نفسها وبين هذا الإنسان، فأعطاها أكثر من 100 دينار، يعني أموال ضخمة جدا، 100 دينار ذهبي، حتى إذا تمكن منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي وتركت لها المال. يعني هذا موقف عظيم جدا، أنه الإنسان صبر على هذا الفتنة هذه وخلالها المال وما اغتنمش الأمر وراح. وشوفوا هذه المرأة هذه، يعني كانت صالحة، مع الأولى رفضت، لكن لما عضها الجوع راحت إلى هذا الطريق. كثير من الناس سلكت سبيل الحرام بسبب الفاقة، فلو أننا أعطيناهم من مال الزكاة وأغنيناهم لما انحرفوا. فقال هذا الإنسان الثاني: اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج. شوفوا، هذه كرامة من كرامات الأولياء، الدعاء المستجاب، كيفاش حجرات تزغد وزغدت لمن للناس اللي جاو رايحين يديروا امور ماشي مليحه، لكن لما تاب ودعا ربي سبحانه استجاب له. الانسان الثالث قال: اللهم انه كان لي اجراء، كانوا عنده خدامين، اعطى لهم الاجره تاعهم غير واحد، زعف وراح. فوش دار هذا الانسان؟ كان انسان صالح، خلى الاجره تاع هذا الخدام اللي زعف وراح ونماها له. فبعد سنوات رجع هذا العامل، يعني قال لك ندي شويه خير موالو، قالوا اعطني اجرتي، قالوا انظر الى ما تراه فكله من اجرتك، المال
والعبيد والحيوانات. فقال اللهم، يعني بعد ما هذا العامل ده كلش، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة وخرجوا. هذا الإنسان كان أمينا، ما كلاش العرق تاع الخدام، لما عاودوا ولا عطالو حقه. أختموا بأمرين. الحاجة الأولى نقول لك، الإنسان يشوف في أصحابه، هل أصحابنا اللي ندوروا معاهم كاش واحد منهم نطمعوا لو كان تزيرت بينا يدعي ربي بكاش حاجة؟ فالإنسان يختار أصدقائه باش يصابهم عند الضيق. الحاجة الثانية، ماذا لو كنت أنا وأنت وأنت رابع هؤلاء الثلاثة، بماذا كنا سندعو؟ على بها الإنسان يخير عمل يديره خالص لوجه الله ما يشوفه حتى واحد. فصدقة سر تطفئ غضب الرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يكون له خبيئة من العمل فليفعل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله.